وإلى وكالة الأنباء البحرينية والتي نشرت تقريرا عن تبني الوزراء المعنيون بالشؤون الرقمية في مجموعة الدول السبع قواعد تنظيمية على أساس المخاطر للذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي يسارع فيه نواب البرلمان الأوروبي لسن قانون للذكاء الاصطناعي من أجل فرض قواعد لتنظيم أدوات الناشئة مثل روبوت الدردشة تشات جي بي تي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت بشير التغريني، خبير التكنولوجيا والإعلام الرقمي. برحب حضرتك أستاذ بشير بداية في صباح جديد وعلى شاشة القاهرة الإخبارية. ما الذي يعني هذا الخبر عندما نقول يعني سيتم وضع ربما قواعد تنظيمية على أساس مخاطر الذكاء الاصطناعي؟ ما أهم المخاطر التي تم رصدها حتى الآن من الذكاء الاصطناعي، ونحن أيضا يعني ما زلنا في مراحل ربما مبكرة جدا للتكلم عن مخاطر ووضع قواعد تنظيمية وما إلى ذلك؟ مرحبا، صباح الخير. صباح اليوم طبيعي، اليوم في عدة مخاطر تولد من هذا الشيء، خصوصا مع تقدم التكنولوجيا واللي عم نشوفه من شات جي بي تي وغيره. في كثير مخاطر، منها حمايه البيانات الخصوصيه الحكوميه، حمايه تبادل المعلومات بين الاشخاص، حمايه المعلومات الاستخباريه كمان اليوم، حمايه الداتا الشخصيه من ما تكون في ليكينج، تسريب للمعلومات. كلنا بنشوف اليوم في بعض اوقات بيصير في هاكرز يعني بيقوموا باخذ المعلومات. اليوم هاي المعلومات وين بتروح؟ على البيانات، يمكن بحطوها بالاي اي، يعني بالارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي بيقوم باستخدامها لامور سيئه، يمكن مش امور جيده. اليوم عندنا كمان الحمايه من البيانات الخاصه، حمايه المستخدم من الكوبي رايت، يعني الخصوصيه الشخصيه تبعه، او اليوم مثلا من العمل اللي بيقوم فيه. كمان اليوم اللي عم نشوف انه الاي اي في يعمل حيلا شيء بدون ما يرجع، من موسيقى لارت لصور، بدون ما يرجع للحقوق الملكيه الفكريه او غيرها للاشخاص. طيب، يعني لو تكلمنا عن تقنيا تطبيق انظمه بتحد من هذه المخاطر في ظل التطور التكنولوجي السريع، هل من الممكن يكون في انظمه ان هي تعمل على ذلك الحد، ولا من الصعب طبعا لان التكنولوجيا زي ما احنا عارفين مش يعني ما فيش فيها قواعد وما فيش فيها حد يقدر انه يطبق فيها اي يعني مثلا يعني مش عارفة اللي هو بلوك مثلا أنا ما أقدرش أن أنا أطبقه، ممكن حد تاني يفتحه، فإزاي ممكن التكنولوجيا أو إزاي ممكن أن احنا نحد من ذلك؟ اليوم مثل ما شفنا من الأخير من يومين، يعني اجتمعوا الدول الأوروبية على موضوع كمان الحد من هذا الشيء، أو بوضع قانون بيقوم بمراقبة هذا الشيء. منا اليوم أكيد بنسموه الصندوق الأسود، اللي هو يعني المعلومات اللي بنعطيه لهذا الاي اي للذكاء الاصطناعي والخوارزميات الموجودة. اليوم عم بيطبقوا قانون، وهذا شيء صعب جدا، لأنه اليوم بدنا نشوف اليوم قانونيا الحق على مين. يعني اليوم الحق على اللي بيقوم بتزويد المعلومات، اليوم حق على الروبوت، حق على الشركة الصانعة. يعني اليوم وكمان عدة شركات إذا بدنا نقول بوضع مكافأة مالية لبعض الهاكرز، تيقوموا يشوفوا إذا وين الثغرات الموجودة الأمنية وغيرها، تيقدروا يصلحوا من هذا الشيء. هلا تنقدر نحد منه بخصوص التكنولوجيا، عم نشوف كل يوم في تطور، فيعني هذا شيء خطير، ليس شيئا يعني بالسهل، بس طبيعي اليوم إنه نحن من صنعنا هذا الشيء، نكون يعني نكون واضحين. بنقدر اليوم كمان انه نكون متسارعين مع تطور التكنولوجيا، ونقدر نحد من هذا الشيء. يعني ذكرت حضرتك ربما الثغرات اللي يجب معرفتها، من خلال الخبر لدي كان يعني يقول بانه نواب البرلمان الاوروبي يسارعون اليوم لسن قانون كما ذكرت للذكاء الاصطناعي من اجل فرض قواعد لتنظيم ادوات ناشئه مثل روبوت الدردشة تشات جي بي تي. يعني ما هو روبوت الدردشة اللي بنتحدث عنه؟ وبما أنه بنتحدث عن مخاطر يعني الذكاء الاصطناعي، ربما هوية المعلومات اللي بيتم إمداد هذا الروبوت بها، كيف يمكن حل تلك المشكلة إذا استطعنا القول دوليا يعني في رأيك؟ اليوم دوليا عم بيقوموا بوضع مثل ما قلت قبل، وضع قانون بينظم هذا الشيء، يعني كيفيه تزويد هذا الروبوت او مثل تشات جي بي تي وغيره بالمعلومات، يعني ماذا يزود باي معلومات. يعني اليوم ما فينا نكون كمان في انتهاكات، او يمكن يكون
يزود بمعلومات خاطئة أو سيئة، يعني يروح باتجاه سيء هذا الروبوت، يمكن يزود معلومات للأشخاص أو للناس، يمكن يكون معلومات من شريرة، من سيئة، من يعني في انحراف. يعني اليوم في قوانين حتعاد أنه اليوم تزويد هذا الذكاء الاصطناعي بالخوارزميات والداتا بده يكون فيها إلى قانون، يعني من أين يحصل الداتا؟ وكلنا نعرف اليوم من يملك الداتا يملك كل شيء، يعني من أين طيب؟ الإنسان أو غيره هو مكون، إذا بدنا يعني علميا هو مكون من الداتا، يعني كبيانات عندنا، بيانات شخصية، بيانات طيب سيد بشير، يعني حتى لو تم سن القانون أو حتى تم العمل به، برضو أي شيء يوجد على الإنترنت أو الخوارزميات بشكل عام من الممكن أن تخترق، ومن الممكن أن يعني في الأول يظهر الاختراق ويعملوا على حله بعد كده أو يعملوا على تطبيق القانون عليه. إذن كيف يستطيع المشاركين حماية أنفسهم من الاختراق الأمني؟ الاختراق الأمني موجود في أي لحظة، وهذا اليوم هو الخوف الأكبر من الشات جي بي تي أو من الروبوت اللي سوف يصنع، لأنه اليوم كلنا بنشوف أنه في ثغرة واحدة ممكن اكتشافها من الهاكرز أو غيرها ممكن تغير، أو تغير حتى مثل ما عم نشوف الروبوت يمكن عم بيكونوا عم يزودون بمعلومات بإعطاء نتيجة أو يمكن بإعطاء decision يعني قرار، فيمكن اختراق أو يعطي قرار خاطئ، هذا سيء جدا. الحماية حتكون اليوم من الشركات الكبرى اللي عم بتضل تطور حالها وكل يوم عم بتقوم حتى بالابديت تبعها وتلاقي وين الاخطاء. بس اليوم بدنا نرجع نقول اذا صار هذا الخطا شو نتيجته، يعني ماذا سيحصل؟ نحن بدنا ننطر ونشوف، لانه في كثير توقعات الى اختراقات وثغرات كبرى حتصير، لانه بعدنا قيد الدرس وبعدنا عم بينشا، يعني كلنا بنعرف انه باولته اليوم حنكون عم ناسس هذا الشيء، قد ايه حنوصل لنتيجه أنه نكون محميين 100%، هذا شيء ليس موجودا، ليس هناك حماية 100%، حتى بعالم الداتا مش وليس فقط بعالم AI. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا، وشكرا لمشاركتك معنا الأستاذ بشير التغريني خبير التكنولوجيا والإعلام، كنت معنا من بيروت، شكرا لك.